السلام عليكم. موضوع ديال اليوم هو كيفاش ننمي ثقتي في راسي. الجواب على هذا السؤال هو جدا سهل، هو اننا نمثلو باننا تايقين في راسنا. غادي تقولوا لي كيفاش حنا كنقولوا لك بانه حنا ما تايقينش في راسنا، كيفاش غادي نمثلو وفاش غادي تنفعنا؟ الطريقه الوحيده للناس اللي عندهم مشكله في الثقه ديال النفس هو انهم يبداو يحاولوا يعيشوا الدور ديال انسان تايق في راسو في الحالات اللي هما كيتحطوا فيها واللي هما كيشوفوا راسهم ما تايقينش راسهم فيها. غادي نعطيكم واحد المثال. مثلا شي حد عنده مقابله عمل، ملي كيمشي لهاد لونتروتيان هذا، ملي كتدخل انت الناس اللي كتقابلهم او الناس اللي كتشوفهم ما عندهم حتى شي فكره عليك. اذا انت دخلتي عندهم انسان مبين بانك ما عندكش ثقه في راسك، وطبعا الثقه في النفس راه كتبان من خلال الوجه، من خلال الجسد ديالنا، الحركات ديالنا، اللباس ديالنا. فاذا انت بينتي لهم بانك ما عندكش ثقه في نفسك، هذاك هو الانطباع اللي غادي ياخذوا عليك. لكن اذا فكرتي قبل ما تمشي لهذيك المقابله وقلتي هاد الناس اصلا ما كيعرفونيش، دونك اذا انا مثلت عليهم بانني عندي ثقه في راسي غادي تيقوني، غادي نعطي انطباع زوين عليا، غادي ياخذوا هذيك الفكره عليا. اذا فمنين نجي داخل المقابله اللي حنايا كناخذوها كمثال، نحاول انني نكون ضاحك، نكون لابس مزيان، نكون كتافي مهزوزين، راسي مهزوز، باش نعطي واحد الانطباع عليا زوين، ونحاول انني نبين بانني انسان تايق في راسي. فاش غادي ينفعنا هذا التمرين؟ هذا غادي نتعودوا على راسنا تايقين، غادي نتعودوا على الجسم ديالنا ياخذ لا بوستور وياخذ يعني الحاله اللي خاصو يكون واخدها من يكون تايق في راسو. خاصنا نعرفوا بانه الجسم ديالنا او الجسد ديالنا قادر انه يغير الحاله ديال العقل ديالنا. بمعنى اذا انا كنت لا بوستور ديالي كان يعني كناخذ اون بوستور اللي هي بوزيتيف، كنكون ضاحك، كنكون كنبعت واحد دي ميساج بوزيتيف للعقل ديالي، اذا اكيد غادي يغيروا من الحاله النفسيه ديالي. دونك بالنسبه لهاد المشكل ديال الثقه في النفس، كاين بزاف ديال الحاجات اللي كيقدر يديرهم الواحد، ولكن اهمها هو هاد ليكزارسيس هذا، هو انك تولي كتمثل بانك او بانك انسانه تايقه في راسك. غادي تخلي راسك تعودي على راسك وانت تايقه في راسك، وغادي تولي بشويه بشويه كتلقاي راسك بانه ولات نمط عندك عادي، وليتي كدير هذاك الشيء اللي انت كنتي كتمثلو، وليتي كديرو في حياتك العاديه، وغادي تخلص ان شاء الله من مشكله ديال الثقه في النفس. دونك بالنسبه للناس اللي كانوا طلبوا مني انني نناقش هذا الموضوع، جربوا هاد الطريقه هذه، وحاولوا انكم تبعثوا لي تقولوا لي شنو كانت النتيجه. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، شاركوه مع الناس اللي ينفعهم واللي عندهم مشكلة في الثقة في النفس، ونشوفكم بخير وعلى خير إن شاء الله في الفيديو الجاي.